السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين، الله يحميكم ويحمينا ويبعد الأذى عنا وعنكم، نقولوا آمين. وشارك لكم طبخة طيبة بدها تعجبكم وتدعونا عليها، سهلة ما بدها شيء، شوفوا قديش مكوناتها بسيطة. هي أكلتي المفضلة. شو إذا حدا سألكم شو هي أكلتي المفضلة أو مايك، بيقولوا له منزلة أحمر مع كوسا ويبرق. فهلأ أنا حساوية تعلمتها من أمي، الله يخلينا إياها ويوفقها ويحفظها ويحفظكم أمهاتكم وآبائكم ومش عنا بارين فيهم إن شاء الله، قولوا أمين. فهلا شو حنساوي؟ حقلكم المكونات، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم صلى على النبي. هلا للكوسة، هاي اشتريت أنا كوسايات بدنا نحفرهم. هاي المحافر أنواع مختلفة، هاي أنا بتعجبني أكثر شيء واحدة فيهم، شايفين شلون؟ هاي بدنا الكوسة، أنا قطعت له الراس تبعه والكمان من السفل من هون، فهي ما فيها شيء بس بقيمه شوية من السفل والرأس تبعه بقيموها هيك، شايفين شلون؟ هاي هي نحفر هون حفر بسيط. هاي الثانية نعملها هيك ومن السفل كمان شوي، خلصت. فهدولي هلا نحفر هون، برجيكم شلون. بدنا يبرق، هذا اليبرق هلا بدنا نقيمه من القطرميز، هذا اشتريناه من السوق، نغسلهم، ما حساويهم كلهم، حساوي شوية عشان ما حلفهم كلهم، بس نغسلهم بالماي قبل ما نلفهم. بدنا يا بدكم بندوره جاهزه، يا هي بندوره انا جبتها من السوق عضويه كامله مقشره خالصه، فهي كمان حاطخ فيها. بدنا للصوص او للمرقه بدنا توم وبدنا لحمه وبدنا كزبره، هي الكزبره هي بنعمها، عشان بنعمها والتومات من ايمون ومنقشرهم ومساويه ومنفرم هون خشن مو ناعم، بدنا اياهم خشنين، شايفين شلون؟ دول بدنا اياهم خشنين. طبعا ملح وبهار، هاي للصوص او للمرأة. هلا بدنا للحشوه، انا عملت انا رز قصير 3 كاسات غسلتهم وقمت المي منهم، بنحط لهم لحمه نص كاسه زيت نباتي احسن، او اذا اللحمه مدهنه ماشي حالها، بس اذا ما لها كثير دهن نص كاسة زيت بتحطوه بالحشوة، ملح وفلفل، وهذا عصفور، اللي ما بيعرف العصفور هذا بالانجليزي اسمه safflower، مو سافران مو زعفران، هذا عصفور بس له نفس ال يعني بيلون الرزات اصفر، safflower هذا اسمه. وهذا شو بتقول لحالكم هذا شو هذا؟ عشان خيط اليوم؟ لا ما حنخيط، ما في درس تخياط اليوم، بس بيجوز يعني ما بنعرف او ما بيعرف شو حيساوي لنا مفاجآت، بس هلا هاي انا تعلمتها من امي مشان ما يسبحوا اليبرقات بالمرأة وطالعين نازلين بالوقت عم نطبخهم، ناخذنا شيء كم وحده وبنربطهم بنساويهم صرار، فبنساوي صرار يبرق مشان وقتنا نطبخهم بالطنجره، بنرجيكم شلون. فهلا على بركه الله شو حنساوي؟ بدنا نحفر الكوسايات وبدنا نغسل شويه من اليبرقات، بدنا نخلط الحشوه ونفتح العلب هدول ونفرم نفرم الكزبرات وننظف ونفصص اسنان التوم، شو كمان؟ ونرجع لكم، قولوا بسم الله، لا تخافوا سهله كثير. فمعلقه صغيره فلفل او 7 بهارات، نحط العصفرات، نحط نص كاسه زيت تقدير يعني، نحط معلقة ونص صغار ملح بالتقدير، ونحط اللحمات، بدي لحمة كمان لإيش؟ للمرأة، فبناخذ نص اللحمات اللي عندي هون للحشوة ونص للمرأة. ناخذ شوية حاطتها تحت صحن، هلا ناخذ هدول، ناخذ وحدة ثانية مثلها ونغسلهم، ما حساوي كتير، حساوي شي 10 صرار لنشوف هدول، هلا بنشوف قديش، إذا بدنا أكتر ناخذ أكتر، يا شو رأيكم نلفهم كلهم؟ يلا بلفهم كلهم، حناخذهم كلهم يلا. قطرميز واحد
نغسلهم هالمره هاي. هاي غسلناه هون وانا لابس احمر مريول احمر لانه هاي منزلت احمر. شايفين شلون هاي الورق هاد بيجي هيك كنت تبوا عليه مع شقيق هاد شايف الورق هاد كنت تقيموا منه هالعوده هاي. العوده هاي بتبدأ ام ايمان بتنقم بايديكم او بمقص او بسكينه مثل ما بتكون. هلا هاي بدنا نلفهم هدول غسلتهم هلا بدنا نلفهم بعدين خلينا على جنب نبدل حفر كوسا ما بدها كتير. انا هاي عندي المحفره هي كتير منيحه بتفوتوا فيها من هيك وتقيسوا طبعا قديش قياس او طول الكوساي مشان ما تفوتوا كتير. فهي حطت اصبعتي هون ومنفوت عليها وندورها تمام ندور هيك لحتى نوصل العلامة بعدين تسحبوها طلعت. ها هاي هنساوي رد مرة تانية وننظفها ما بدها كتير حفر خلصت بس مننظف الجواني خلص خلصت هيك. نساوي واحدة تانية كمان من إيسا حطينا إصبع علامة نفوت وندور نطلع هاي وننظفها من جوا نسحب الجوانيات خلصت سهلة خلصوا. هلا بنيمة على جناب. هلا شلون لف اليبرة سهل. هلا هيك ناخد شوية الحشوة لبست كفوف طبعا بدكم انتو تغسلوا يديكم مثل ما بتكون انا لبست كفوف بتعملوا هيك وهيك بتدوروه على حاله تعملوا شلون هاي وحدة ثانية هي من العودة تبعها نحط الخشن لجوا ناخذ شوية نعمله هيك أول فتلة ناخذ للنص ونطلع لحاله لا تكتروا الحشوة ولا بتفزر اليبرة هي لجوا هاي لجوا وبنفتل بتم هيك لحتى يخلصوه. هلا شو بنساوي صرنا تعلمت من امي. هلا شو بنساوي ناخذ خيط نلفه كذا مره حوالين الابرات فهي الصره مثلان ناخذنا شيء هاي صره شايفين شلون هاي صره بنلف حواليها الخيط مرتين ثلاثه نعقدها بدكم تساووا بالاخير بصير بالاخير فبيتموا ماسكين مع بعض هدول شايفين شلون بصير صرها هيك ما بتفوق. هلا حارجيكم شلون نحشي كوسا لا كتير بس فوتوا الخنصر هذا شوفوها انه لا تعبوها كتير ولا بتفزر الكوسه خلصت شايفين شلون مو مليانه فاضيه شوي خلي الخنصر بفوت خلص حاجه لا تكبسوها بس اذا بدكم دقوها بالصحن لا واذا بدكم هي لب الكوسه اللي طالعناه خلطوها مع الحشوه مشان الحشوه تطلع طريه هلا هيك شوف شلون حخلط شوية مع ال وتخلصوا الكوسايات نكمل على الابره. حنساوي لكم الطبخة بطريقتين طريقة بالطنجرة العادية الطريقة الثانية طنجرة البخار. كزبرات غسلناه هون بنقص عم نقصهم شاف صغيرة وبالنسبة للثوم هاي الثوم هلا بتعملوا هيك بساويهم كلهم بنقسمهم شاف ما بدهم ناعمين مهروسين بنحط شوية زيت زيت زيتون زيت نباتي اللي بدكم شحن الغاز بنقلي اللحمات بعدين بنحط التومات
الكزبرة بعدين نقسمهم ثلاثة ثلاث، ثلاث للطنجرة الضغط السريعة وثلاث للطنجرة العادية اللي نطبخ فيها نص بنص والثلاث مشان الزينة. طبعا هلا لهدول بنحط لهم ملح وفلفل أو سبع بهارات، تومات دقيقة زمان بعدين نحط نص معلقة صغيرة ملح، سبع بهارات نص معلقة صغيرة، كزبرة دقيقة زمان نطفي تحتهم. بعدين ناخد ثلثين لبرا وثلث نخليه بالطنجرة. هلا بفتح علبة بندورة حطها هي ومرقتها، حط لها شوية مي مشان ناخذ البقية. شايفين هاي البندورة كاملة بس مقشرة خاصة. بدكم انتو تساووها بالبيت، عندكم بندورة شو بتساووا؟ بتحطوها بمي مغلية لشي دقيقتين ثلاثة، بعدين بتحطوها بمي فيها بوز، بعدين هي بتكش لحالها وبتقشروا القشرة، بعدين بتحطوها بالطنجرة. هحط نص العلبة الثانية، بخلي علبة ونص للطنجرة تبع الضغط السريع، عبيتها مثل ما شايفين وكبتها، بحط واحدة ثانية كمان ودوق ملحها، بجيب لها ملح اذا بدها ملح، بعدين بشعل تحتها بحط سواتها ليبرق الصراط، بخليها شي ساعة ونص، بعدين بسقط جواتها الكوسايات هي ثلاث معالق صغيرة ملح. هلا بحط جواتها صرار يبرا، واحد اثنين ثلاثة أربعة وهي خمسة، والباقي مخليه لطنجرة البخار السريعة. منقطي عليها هلا نحطها دون الوسط بشوي، نرجع بعد ساعة ونص حتى نحط الكوسايات. هلا هي طنجرة الضغط السريعة تبع الكهرباء، ححط نص العلبة، وهلا بعبي هي مية مرتين، هاي واحدة وهي تنتين. هلا بحط لها معلقتين صغار ملح، واحد اثنين وثلاث كمية تبع اللحمة والثوم والكزبرة، وخلي البقية للزينة وبحرك. ونسقط كمان صرار يبرق، هاي ثلاثة أربعة هاي خمسة هاي ستة، بنقول بسم الله. اشتغلت هاي، خلصت زمرت 25 دقيقة بين ما هي لساعتها شغالة، بدها ساعة لسا على اليبرات قبل ما نحط الكوسايات. هلا هاي نتبع التعليمات تبعها، فيها بريشر كثير، فيك شلون نكبس هاي، نفسيت نفتحها، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط بقية البندورة وندوق ملحة إذا بده ملح. شايف شنو؟ ما بحط معلقتي جوات الطبخة، المعلقة بدوق فيها عالمية. هلا بسقيت كوسايات، حط نصهم، هاي واحد خمسة، غطي عليها على برد. هلا بس لتنفس نفتحها، بسم الله. ايه زبطوا، شايفين؟ الله يحمينا، بديم نعموا علينا، قولوا امين. استووا راحوا نيفا. هلا هاي بنحط مشان الطعمة، هلا بناخد ادوب بنحط من هون، هاي حخلي شوية للطنجرة الثانية. هلا نحط
كوسا يا بالطنجرة العادية، نغمرهم بالمرقة، نلاقي لها محل جوات الطنجرة، خلينا نفوت لجوا، هلا مغطيها. هلا هاي بالطنجرة العادية أخذت معنا 3 ساعات توتال، يعني مجموع الساعات 3 ساعات اليبرق وساعة ونص الكوسا، استو راح ونيفة. هلا بنحط عليه هون بقياني من اللحمة وبنطفي تحتها ونسكبها. فهلا بس مشان يعني أكد عليكم، طنجرة البخار أو طنجرة الضغط السريعة أخذت ساعة تامة لليبرق، 35 دقيقة للكوسة. يعني حطيت بعد 25 دقيقة حطيت الكوسايات لحتى تمت الساعة. هاي بطنجرة الضغط السريعة، بطنجرة العادية 3 ساعات، 3 ساعات تامة لليبرقات، وبعد ساعة ونص حطيت الكوسايات، صاروا تماما 3 ساعات خلصوا. وهي على البيعة سويناها مفاجأة، هي بونس اسمها بالانجليزي. فشو هي؟ زاد حشوة من الرزات. فشو سويت؟ جبت فلي تنتين، قمت الراس تبعهم مثل ما شايفين هون، هي قمتها بالسكين الراس، حشيتها وحطيتها بالطنجرة لشي 10 دقايق بالطنجرة الضغط السريعة، عم راحت نيفة مثل ما شايفين. سهلة كتير، ما بدها شي. إذا بالطنجرة العادية بتكون ياها بدها شي 25 دقايق 30 دقايق. ايه، وان شاء الله تعجبكم الاكله وتدعونا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب باحلى منزلة احمر مع كوسا ويبرق من طبخاتي المفضله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.